وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وعلينا فرض عنا يا رب العالمين. في ظل طغيان المادة والتعامل المادي بين الناس، لا بد للإنسان العاقل أن يتفيأ ظلال هذا الدين الحنيف الذي جاء أصلاً في ظل طغيان المادة، ليرد الإنسان إلى أصل تعامله البشري القائم على التوادد والتسامح والمعاملة الطيبة غير المتعلقة بالمكاسب المادية. صرنا في زمن يا أيها الأحبة يعامل الناس بعضهم البعض فيه على أساس من المادة المجردة عن الأخوة الإيمانية، فإذا أراد إنسان أن يتعرف على إنسان يسأل عنه: كيف وضعه المادي؟ من معارفه بين الناس؟ ماذا يستطيع أن يقضي؟ فإذا عرف أنه مملوء من المال أو أنه ذو معارف وأقرباء وأصحاب ويستطيع أن يفصل في الأشياء وأن يقيم ويقعد، قال: لا بأس، هذا هو طلبتي، هذا هو حاجتي، لا بد أن أتعرف عليه. وإذا عرف أن الذي أمامه إنسان من عامة الناس، إنسان في نفسه قد يكون صالحا أو غير صالح لكنه من عامة الناس، فيقول: ما شأني وشأنه؟ إيش بدي منه؟ لما أتعرف عليه؟ لما أصاحبه؟ ما الفائدة؟ ما المكسب؟ هذا المنطلق يا أيها الأحبة أودى بنا كثيرا إلى دركات بعيدة عن سمو الإيمان ومراتب التقوى التي جاء الإسلام ليرفع بها الناس. نحن نعلم جميعا من خلال قصص السيرة التي سردناها مطولة كما تذكرون، أنه لما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية عمياء، وكان حالهم يشبه حالنا من ناحية التعامل المادي، فالناس يقيسون بعضهم ويقومون بعضهم على أساس المال، الجاه، السلطان، القوة، العشيرة. لذلك قالوا يوما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يؤمنوا به، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قريتين كما تذكرون مكة المكرمة والطائف، وكانت مكرمة مع مكة معروفة بأنها سيدة مدن العرب، ثم تأتي وراءها الطائف، تلك المدينة التي تسكنها قبيلة ثقيف وكان لهم وجاهتهم أيضا. مقاييسهم حتى في شأن النبوة أن يكون الرجل ذا منزلة، يا أخي معروف أبو الحكم، أبو جهل، كذا، فلان، هؤلاء معروفون، العاص بن وائل صاحب مال، التاجر الفلاني، القوي الفلاني، زعيم العشيرة الفلانية، هؤلاء من يستحقون النبوة، حتى النبوة يريدون أن يحكموا فيها مقاييسهم المادية. لذلك استحقوا في وقتها غضب الله تعالى إذ لم يقلعوا عن هذا المنظار السيء، وجاء الإسلام ليرفع الناس ويشعرهم بحقيقة بشريتهم وتساويهم أمام الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشرع لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ما كان معروفا بين الناس قبل ذلك، وقد ضيع هذا الأمر في كثير من جوانبه في زماننا أيضا كذلك، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان،
ثلاث يعني ثلاث صفات، ثلاث من كن فيه هذه الصفات وجد حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة لا تذاق باللسان وإنما تذاق بالقلب. ما هن؟ واحدة منها هي موضع الشاهد في كلامه، لكنني أسردها كلها. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أول مرتبة كي أجد حلاوة الإيمان، كي أستشعر الخشوع في الصلاة، كي أستشعر قربي من الله عز وجل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية هي موطن الشاهد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الثانية موضع البسط والتفصيل، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. مقياس عند كثير من النساء المظهر، وعند كثير من الرجال المال. النساء طويل عريض عيونه زرق شعره أشقر، هذا من قياس المحبة. من الأولاد إلى الأباعد عند كثير من النساء، وعند الرجال مليان، هذا مليان، هذا خرج واحد يتعرف عليه مليان. هذا هو المقياس يا أيها المسلم، هذا هو المقياس. أين حلاوة الإيمان منك؟ لن تجدها، هي بعيدة عنك بعد المشرقين. إذا أردت أن تتلمسها فابحث عمن تحبه لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلان أتقى مني، فلان أستشعر بأنه قريب إلى الله، فلان أراه مواظبا على الجماعات في الصلوات، فلان أراه لا يتكلم الكلمة فيصدق فيها، فلان لم أسمع عنه إلا خيرا، فلان أمين لا يخون أحدا، فأنا أحبه لهذه الصفات الطيبة الإيمانية فيه، وليس عندي مصلحة معه قط، ما أحبه إلا لهذه الصفات التي حلاه الله بها، وهي صفات القرب إلى الله، فأنا أحبه لذلك، وأوده لذلك، وأزوره لذلك، وأدعو له لذلك. كذا أخرج الإمام البخاري في الحديث الشهير: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما هذه المنازل التي ينالها من أخرج من قلبه تلك المقاييس المادية ووضع في قلبه هذه المقاييس المعنوية؟ وأخرج الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أناس من أمتي يوم القيامة على منابر من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ إيش هذا؟ وش مساوين؟ ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم يعني يتمنى ما نالوه الأنبياء والشهداء. قالوا: من هم؟ قال: المتحابون في ذات الله. حق لهم يا أيها الأخوة، كما قلت حينما لا أجعل نظرتي هي المادة وإنما القرب إلى الله تعالى، حق لي أن أنال هذه المنزلة. هذه مصيبة وقعنا فيها. يأتي الرجل ليخطب، إيش عنده؟ يأتي الرجل فيدخل إلى مكان ليقضي حاجة، ينظرون إليه ماذا يلبس؟ هذه المقاييس. ما نوع لباسه؟ حذاؤه إذا كان فاخرا هذا بدفع شيحة. هذه هي المقاييس في نظر كثير من الناس. الجار
كثير من الجيران إذا رأى أحد جيراني عندهم سيارة، أمثلة عجيبة يعني ولكنها واقعية، إيه إذا احتجت بدق عليه وصلني بالسيارة. طيب وإذا ما احتجت شيء؟ يعني أنا عم بسلم على جاري مشان يوصلني بالسيارة إلى هنا، وإذا ما عنده سيارة إيه بلا أسلم عليه معناها؟ عجبا يا أيها الإنسان، عجبا أن تقيس كل شيء في حياتك على مطامع الدنيا وعلى مكاسب المادة وعلى مظاهر الحياة الفانية الزائلة البائسة. لما ينحدر الإنسان إلى مثل هذه المستويات ما يعود له تقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا القليل، وإن فعله فمن ظاهر نفسه لا من حقيقة قلبه. أخرج الإمام البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث قريب من المعنى الذي أشير إليه، أو لعل الحديث عند الترمذي، نعم، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأغره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين، طمرين يعني الإزار والرداء، الملابس يعني ملابسه قديمة، ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، يعني لأجاب قسمه ودعاءه. إذن يا أيها الأحبة، فرغ جزءا من قلبك إن لم تستطع في كل قلبك أو من كل قلبك لتحب أناسا لله تعالى فقط، لا لمكسب دنيوي ولا لمصلحة فانية، وإنما لقربهم من الله تعالى. تنظر إليهم فيشجعونك على تقوى الله، تستمع إلى كلامهم فيزيدونك محبة لله، تصاحبهم فتلمس منهم العفاف والإيمان، فمحبتك لهم مجردة عن نوازع الدنيا خالصة لوجه الله تعالى، وبذا تنال كل ما أشرنا إليه من القربات إلى الله تعالى والمنازل العظيمة. هذه كلمات أحب أن نتذكرها بخاصة نحن رواد المساجد، فإذا لم نكن نحن قدوة لغيرنا في تحاببنا لوجه الله تعالى وكانت المادية طاغية علينا، فمن باب أولى من لا يحضر إلى بيوت الله ومن لا يصلي أن تكون نظرته قاصرة على حياة الدنيا. إذا نحن لم نبدأ بأنفسنا بأن نحب لله ونعاون لله ونخدم لله ونصاحب لله فعلى الدنيا السلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا إخوة متحابين فيه ولوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.